بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد رئيس الحكومة المحترم، السيدات والسادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمون. طبقاً لمقتضيات الفصل 100 من الدستور وخاصة الفقرة الثالثة منه، وعملاً بمقتضيات المواد من 202 إلى 207 من النظام الداخلي، يعقد مجلس النواب هذه الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة. وقبل الشروع في جدول الأعمال، أعطي الكلمة للسيدة الأمينة لتلاوة ملخص عن المراسلات الواردة على المكتب، فلتتفضل. شكراً سيد رئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. توصل مكتب المجلس بالنصوص التشريعية التالية: مشروع قانون رقم 43-13 يتعلق بمزاولة مهنة التمريض، وحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، ومشروع قانون رقم 44-13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة، وحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، ومشروع قانون رقم 49-15 بتغيير وتتميم القانون رقم 15-95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، وكذلك مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 23 من القانون رقم 37-99 المتعلق بالحالة المدنية، تقدم به السيد النائب محمد العسل رئيس المجموعة النيابية لتحالف الوسط. وأخيراً، عدد الأسئلة الشفوية والكتابية والأجوبة الكتابية التي توصل بها مجلس النواب من 19 إلى 26 أبريل 2016 هي كالتالي: 32 سؤالاً شفوياً و95 سؤالاً كتابياً. أما الأسئلة الكتابية المتبقاة دون جواب هي 7831، وتم سحب سؤال شفوي واحد. شكراً سيد رئيس. شكراً.